أهلا بيكم مرة تانية في محاضرة جديدة بعنوان برضو جديد اسمه New Tourist Destinations. طيب خلونا نقرأ مع بعض المقال ده مع بعض برضو النهاردة ونطلع منه المصطلحات والكلمات اللي ممكن تكون مفيدة بالنسبة لي في عملي وفي في My Future Career, as well as ان انت برضو تاخد بالك من ان الجمل اللي احنا كنا من هايلايت عليها وبنستخدم بعض مصطلحاتها في المرات اللي فاتت كلها انها ممكن تكون من اسئلة الامتحان في اسئلة الكمبليت, فدايما خدوا بالكم من حاجة زي دي. نسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا New Tourist Destinations, Destinations اللي هي اتجاهات او توجه السفر. شو بقى الموضوع ده بيتكلم عن ايه بالظبط؟ بيقول لي هنا Global Economic Crisis. Global Economic Crisis هي الأزمة الاقتصادية العالمية. ياريت نكتبها ونعرف الاكسبريشن ده, نعرف المصطلح ده ممكن انا احتاجه في اي وقت. حسب بيتكلم عن ارتفاع اسعار مثلا, بيتكلم عن البادجت بتاعه الفندق او بتاعه المسافر, بيتكلم ليه ان في مثلا شورتج او ان في lack of number of tourists او في شورتج في التورست انكم او انكم اوف توريزم في بلد من البلدان. يبقى انا اعرف الناس ان انا بدي اقول السبب ان this is because ده الازمة الاقتصادية العالمية, the global economic crisis. global economic crisis. طيب خلونا نشوف مع بعض كده crisis. بصوا كده crisis هنا هي crisis والبلورال بتاع دي أزمة, لكن البلورال كده شوفوا عامل ازاي. crisis البلورال هنا crises, اكتبوها وعرفوا عندكم ان crisis isis هي مفرد, لكن لو انا عايز اتكلم عن ازمات مجموعة او بشكل جمع فهي بتبقى crisis بالES. طيب تعالوا كده ناخد الاكزامبلز ونعرف هنا معناها ايه او الديكشن اللي مستخدمها ازاي. difficult or dangerous point at a time of a great disagreement, uncertainty or suffering. فبيقول لي مثلا crisis talks, the country's leadership is in crisis, في أزمة. يبقى لما يكون في أزمة يبقى تتقال in crisis. an economic or financial, أزمة مالية أو اقتصادية, دي اقتصادية. طب لو عايز أقولها مالية تبقى financial, تكتب عندك وتتعرف برضو. I have got a family crisis, أزمة عائلية. on my hands, في إيدي, يعني أنا لازم أنا هتصرف فيها. يعني خلونا برضو ناخد الاكزامبل ده. A moderator has been called to resolve the crisis. دي مهمة بقى, اكتبوها برضو عندكم. انا دلوقتي مطلوب مني ان انا احل ازمة, اتصلوا بيا كده قالوا لي تعالى الحق الفندق عندنا مشكلة, عندنا في احنا في in a crisis, ف we called you to حل الأزمة. بقى شاطر تبقى أقول إزاي حل الأزمة دي, resolve the crisis. طيب نرجع لموضوع concern for environment, الاهتمام بالبيئة أو بالطبيعة, اهتمام بالبيئة. ما روحش بقى قلت to take care of the nature or of the environment, لا this is wrong. اهتمام بالبيئة أو اهتمامات أو القلق حوالين الأمور البيئية أو الشؤون البيئية أو 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 التلوث والحاجات دي, يبقى concern for. يبقى أعرف إن concern بتاخد حرف جر for, أكتب عندي وأعرف لأن ممكن تيجي complete وأنغير لك كلمة for وأحطها في وسط أربع خمس اختيارات تانية, أو إن أنت you should complete it على طول من غير اختيارات, يبقى عارف إنها concern for. the threat, يعني ايه the threat هنا؟ threat معناها التهديد, threat of, تهديد بيه. تهديد بايه بقى؟ the violence. يعني ايه هنا violence؟ يعني عنف. as well as social trends, توجهات اجتماعية. في ناس مثلا في بلدان السفر ليها مش محبب, مش كويس نتيجة some social trends, توجهات اجتماعية. ما بيسمحش بتجول مثلا الgirls or women في الstreets, ما بيحبوش الأجانب, بيعملوهم محاملة مش كويسة. في racial segregation, في تفرقة عنصرية في بعض الدول معروف عنها حاجات زي كده. يبقى دي threats of, تهديد بعنف, أعمال عنف في بلد بيبقى فيها unrest أو أعمال عنف. as well as social trends. طيب just some of the things
dictating هنا معناها طبعا لو انا بقول ان عندي dictating to dictate بيملي. طيب اهي لو حابين نشوف معنى بالعربي يملي بيؤمر. طب هنا ازاي هي هتملي اختياري؟ لا dictating هنا our choice هي معناها، وياريت نعرف الاكسبريشن ده وياريت ان احنا نكتبه عندنا. dictating our choice هي بتتحكم في اختياراتنا، هي اللي بتودينا نختار بلد دي مش البلد دي، تختارنا الوقت ده مش الوقت ده. يبقى اسمها dictating our choice بدل ما اقول ايه، بدل ما اقول controlling your choice، لا اقول dictating your choice. طيب لانها بتملي هنا، مش بتملي يعني بتمليك dictation تكتب، لا بتملي يعني بتقولك انت اختار ايه. of new tourism destinations، ناخد مثلا بيدينا مثال هنا انجولا. انجولا in west africa، الدولة في افريقيا في وسط افريقيا، has also better memories. هنا better معناها ذكريات مؤلمة، طبعا memories ذكريات، لكن better هنا موجع مؤلم قاسي لاذع. وخدوا بالكم ان دي BITTER غير دي، دي الافضل الاعظم اللي هي BETTER. يبقى بيتر اللي في الكتاب هنا او في الورق معاكم BITTER دي مؤلم موجع مؤذي، لكن بيتر BETTER دي الافضل الاعظم. نكتب الاثنين ونكتب معانيهم قدام بعض علشان نبقى ما نغلطش او ما نلخبطش في السبيلنج بتاعها تاني. has better memories of، ليه؟ لان ممكن تيجي الجمله دي في الكومبليت اجيبها لك كده. Angola in west africa also has better فراغ space memories of 27 civil war. تبقى انت تكتب better، تيجي حضرتك بقى تكتب better BETTER تيجي الجملة غلط، لا هي BITTER memories ذكريات of civil war حرب اهلية. they may be why Angola's sandy beaches، قعدت 27 سنة في حروب اهلية. sandy beaches wildlife parks، طبعا sandy beaches الشواطئ الرملية. wildlife parks الحدائق البرية. and portuguese architecture، طبعا هي كانت مستعمرة من البرتغال ففيها بعض المشاريع او المباني الستايل بتاعها برتغالي. has remained unspoiled by tourism، فلحد الان عشان كده في حرب اهلية ما كانش في ناس بتيجي. طب التوريزم برضو التوريزم دي او التورست لما بيجوا مكان بيلوثوه مثلا، بيعملوا فيه ماشي، بيرموا فيه رابش، بيبقى فيه بقى مراكب راحة، مراكب جاية بتوقع منها بنزين مخلفات في المية، بيبقى برضو sort of pollution يعني. فعشان كده بيقول لنا 27 سنة من الحرب دي تسببت في ايه؟ ان الساندي بيتشز لانجولا، ان الوايلد لايف باركس الحدائق البرية بتاعتها، and Portuguese architectures have remained unspoiled by tourism. unspoiled by tourism يعني غير ملوثة، ما تلوثتش بالسياحة، السواح ما بوظوهاش، يبقى ما بوظوش او ما افسدوهاش، يبقى نكتب unspoiled. and it's now a hot new destination، ومناطق من مناطق الجذب السياحي. نشوف المثال التاني اللي موجود عندنا هنا بقى، موروكو مغرب. It's just a short budget flight away from Europe. يا سلام حلو expression ده، نعمل underline كده عليه كيوه كده. يبقى موروكو is just a short budget flight away from Europe، يعني دي رحلة مش مكلفة ومش بعيدة من أوروبا. يعني مثلا لو أنا بتكلم عن إيجيبت، عن مصر وأوروبا، ما هي على طول قريبين، احنا من إيطاليا، من فرنسا مثلا، من اليونان، قبرص، أي دولة من الدول دي. طيب هنا بقول إنها إيه؟ رحلة مش مكلفة لأنها مش بعيدة، مش مسافة بعيدة، يعني السائح لا يطلع من إيطاليا أو من فرنسا أو حتى من ألمانيا هيجي مصر او رايح المغرب، غير اللي هيبقى طالع من دولة من الدول الاوروبية دي رايح روسيا ولا رايح اليابان ولا الصين ولا امريكا، مسافات كبيرة. لكن فدي بسميها short budget flight away from، but culturally بشكل ثقافي it's a long haul، هو لكنها بالنسبة لأوروبا هي مغادرة أو ثقافة مختلفة تماما. لو احنا بصينا كده HAUL هنا يعني التوجه أو اتجاه تماما مختلف، يعني يقصد بيه ان هو كافة من الناحية الثقافية فهو شيء مختلف تماما. حطينا بصينا كده
اهو usual large amount of something that has been stolen or illegal. يعني ده لو في معنى تاني، لكن هنا مثلا معناها برضو a period of time، هي مغادرة او رحلة بعيدة تماما او مختلفة تماما او توجه ثقافي تماما مختلف. Fill your senses with the smells, colors, sounds of North Africa. يعني بقى بتمثل ألوان مختلفة، روائح مختلفة وهكذا. Enjoy hot steam bath in one of the Tangiers حمامات، للحمامات المغربية طبعا. هو بيقول لك هنا enjoy hot steam bath، حمام سخن من الحمامات العربي أو الحمامات المغربي. Take a trip to the ancient city of Marrakesh and go on a camel ride. طب السائح عندي هنا في مصر بيحب يروحوا يركبوا الجمال عند الايه في الصحراء او عند البيراميدز. طيب تتقال ازاي بالانجليش دي؟ تتقال كده go on a camel ride، نكتب عندنا ونعرف تتقال ازاي. alternatively بشكل بديل او بمعنى او بتوجه بديل او حاجة مختلفة. نبص بقى ده. Why not taking a skiing holiday in totally بشكل تمام؟ بصوا بقى man-made resort in Dubai. طب ده بيقول لي تعال روح ناخد رحلة أو نقضيها في التلج وتزلج على التلج. فين بقى؟ مش في ريزورت بقى في روسيا ولا في أمريكا ولا في جيرماني ولا حاجة طبيعية، لا، man-made resort، منتجع من صناعة أو من عمل الإنسان، من صناعة الإنسان. تتأكل man-made resort تتكتب كده وما بينهم داش، ما انكتبتش داش تبقى الكلمة غلط أو الإكسبريشن غلط. خدوا بالكم. Of Dubai in the United States of Emirates it has a soft artificial snow. يعني التلج اللي هو الناعم الخفيف اللي هو ممكن يتزلجوا عليه. artificial طبعا صناعي، artificial صناعي. ice sculptures مجسمات او تماثيل من التلج. a short ski run and sliding hill التزلج بقى على التلج او الهضبة او الارض اللي بتبقى عالية وينزل ياخد يتزحلق ويتزلج كده زي انتوا بتشوفوه ساعات في الرياضات التزلج على التلج. Great for beginners but not quite so good for advanced skiers or environment. طبعا هي حاجة للbeginners اللي هم tourists مثلا رايحين في journey بينبسطوا enjoying their time، مش مكان for advanced people أو ناس الprofessional. يعني it takes a lot، خدوا بالكوا كلمة a lot a space lot، في ناس كتير كده بتكتبها a lot كلمة واحدة ودي غلط. of energy to create a snow world in a heat of the middle east. طبعا هو ليه هنا بيقول لي هي not quite so good for the environment، لان اكيد عشان في وسط صحراء الميدل ايست ان انا اعمل تلج يبقى هي I'll take a lot of energy to create a snow world، بتاخد طاقة عنيفة. زي مثلا عندنا هنا في مول مصر المكان او السنو سيتي دي اللي موجودة برضو ما اكيد ان بتكس a lot of energy to create a snow world in Egypt مثلا. طيب meanwhile سويدن حاجة مختلفة بقى خالص عن أفريقيا. A more familiar winter destination، ده توجه بقى للوينتر. Western city of Gothenburg has become popular for peach tourism. في السويد هي البيتش توريزم ممتازة جدا أو جميلة جدا هناك. ليه بقى؟ It has a beautiful coastline، خط الساحل أو البيتش الكوستلاين. طبعا ده برضو إن أنا ممكن أستخدم الإكسبريشنز دي والكلمات دي وأنا بتكلم عن غردقة، عن شرم الشيخ، عن دهب، عن ريزورتس بتاعه العين السخنه وريزورتس بتاعه سينا وجمالها وروعتها، فانا ممكن استخدم الكلام ده. beautiful coastline excellent seafood and it's much cheaper than the rest of the country as well as being home to biggest amusement park in Scandinavia. وفيها طبعا اكبر مدينه ملاهي موجوده في المنطقه او in the continent. بعد كده if you really are about the environment you want to save money take staycation staying at a home. طيب staycation معناها هو staying at home and visiting local museum، يعني خليك بقى ايه السياحة الداخلية او اللي احنا نقدر عليه نقول عليه السياحة المحلية. staying at home and visiting local museum swimming pools and other attractions rather than traveling abroad. you could go to
Virgus Amprea, ده اسم يعني مكان or whatever, climbing the upceiling in the يعني etc إلى آخر أسماء الأماكن حسب الدولة اللي بيتكلم عنها في الارتكل. يعني عندنا دلوقتي مجموعة من الترمينولوجيز أو المصطلحات سواء خاصة بالglobal economic and financial crisis. لو بتكلم عن أنجولا والunspoiled يبقى أنا عارف الأماكن اللي غير ملوثة زي مثلا شواطئ دهب والأماكن الجميلة اللي عندنا زي unspoiled of by tourism. لو أنا بتكلم على ثقافة مختلفة خالص أقدر برضو دي موجودة طبعا عندنا برضو في مصر وأقدر أوصفها بأنها short budget fly away, وإن برضو فيها you fill your senses يعني تشبع حواسك وتستمتع بسميلز وكالرز والساوندز of North Africa. طبق عندنا برضو في مصر بما فيها الحمامات العربي برضو عندنا. alternatively ممكن برضو السكينج هوليداي برضو موجود ومتاح حاليا في مصر, نقدر نستخدم الاكسبريشنز اللي في المجال ده نتكلم عنها. بالنسبة برضو للاميوزمنت باركس او الثيم باركس وهي جمال الموجودة في منها عندنا نقدر نستخدمها. جمال بقى الشواطئ او البيتش توريزم الشاطئ السياحة الشاطئية موجودة عندنا برضو منها في مصر, beautiful coastlines and excellent seafood etc. كل ده اقدر ان انا برضو اتكلم عليه. وحتى لو even بالنسبة للسائح المصري ذات نفسه لو ممكن stay at staycation يقعد فيه ايجيبت و go through visiting local museum و swimming pools و other attractions. يعني دي مجموعة من المصطلحات اللي ممكن انها تفيدكم. ارتكل سريع وخفيف عن a new tourist destination. Thank you very much. طبعا برضو فولدر المحاضرة هتلاقوا في فيديو المحاضرة والشرح اللي بنتكلم فيه دلوقتي مع attachment PDF للارتكل ده. Thank you very much. ذاكروا كويس عشان اسئلة الكمبليت هي الكور الاساسي للإجزام. باي باي.